مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى كذلك ربي يرفع عنا هذا البلاء. واليوم معايا واحد الام محروقه على الكبده ديالها، على البنت ديالها اللي عندها 12 سنه وخرجت في ظروف غامضه وما عرفتش شنو كاين. خرجت من البارح 10 البارح مع 10 ديال الصباح، ولحد الان ما عرفوش شنو كاين، فين خرجات، فين مشات، اشنو كاين. حاولت نسولها يعني لو وقع شي سوء تفاهم ولا شي، حنا ما عرفناش التفاصيل، ولكن الام نخليها تعاود لنا بالضبط التفاصيل. السلام عليكم لاله، قولي الاسم ديالك وفين ساكنه. موريا. الاسم ديالك وفين؟ واخا شنو وقع؟ صافي عطيني التصاور، انا التصاور نسالي حبيبتي ونوريهم. شنو وقع بالضبط؟ مجاش الدار، كانت البلاصه مجاش الدار، ما شغلش ما جاتش، بس مقلب عليها في البلاصه ما لقيتهاش، ما لقيتهاش، ما عرفتش شنو السبب اللي خلاها تخرج من الدار. ما عرفتش كيف وصلت، ما عرفتش شنو السبب اللي خلاها تخرج من الدار. انت فاش شاكه، انت كأم فاش شاكه، ما لاحظتيش على شي تغير في الاونه الاخيره، ما شفتيش شي حاجه؟ ما لاحظتيش على شي تغير في الاونه الاخيره؟ سولتي عائلتها؟ تكون دارت شي حاجه خايبه، واخا تكون كيما بغات تكون، كيما بغات تكون كتبقى بنتي، كيما بغات تكون في 12 عام اي وحده اللي ضرر بها ولا خرجت، ولا المهم شوف هي العالم ديالها، ولكن كيفاش كانت انا بغيت واخا انت ما شكاش انا عندها علاقه مع شي حد ولا شي واحد كذب عليها، يعني شي حاجه بحال هكا. قربي شويه التصويره عندك، قربي شويه التصويره عندي يا اختي. هذه البنت كيف ما كتشوفوا. شنو مدرسه كتقرا؟ فين؟ في سيدي بومي. سولتوا الاساتذه ديالتها؟ سولتوا التلاميذ؟ وهي اصلا هذه التلاميذ تسول على القراءه، تسول على المؤسسه التعليميه، كتجيب نقطه مزيانه، كل شيء كيشكرها في النقاط ديالها. وكيف هي الدريه ما عرفتش البارح شنو وقع ليها، ما عرفتش حاليا، اختي طاف ولا خزنوها ولا داوها ولا مشى للراسه ما عرفتش. فاش كانت خارجه شنو قالت لك؟ شفين مشات؟ انا فقت مع الصباح، انا كنخدم فقت مع الصباح، طيبت الكبده ديالهم، كنت 10 وتمشي للمدرسه، هي فقت وصلت 10 30 دقيقه و25 عاد خدمت لها خرج المدرسه قريبه ليا للدار. مشاو مشاو 12 ونص، عيطت للقسمين سنه ونص، تسنى 10 دقائق ما جاش، طلعت نقلب على بنتي اللي حد الان ما خليت لها بحال، شفت الرمله ما خليت لها بحال، ما خليت لها حيت البلاصه ما خليت، اللي قالوا لي شفناك كنمشيو نتبعو ما كنبقى حتى شي حاجه، شي حاجه ما كاينش. حاولي توري صورتها بزاف للناس، هادي هي التصوير تاع شنو سماها الله؟ دعاء. هادي هي تصوير الدعاء اللي عندها 12 سنه، اختفت في ظروف غامضه من البارح مع 10 ديال الصباح، خرجات ما عرفتهاش فين مشات. سولت كعنا، سولتي العائله؟ قربي شويه الميكرو عندك. وسولتي العائله؟ واخا نحط الرقم ديالك حبيبتي باش الا عرف شي واحد عليها شي حاجه يتصل بك. عطيني الرقم ديالك. اها 15 90 81. اها 81 83. غنعاود الرقم 06 15 90 81 83. الرقم ديال بشرى الام ديال دعاء 06 15 نادي عفوا 06 15 90 81 83. غنعاود الرقم 06 15 90 81 83. كنتمنى اي واحد شاف دعاء يتواصل معاها، هذا هو الرقم ديال الام. وكيف ما كنعرفوا الله يسمح لنا من الوالدين، الكبده واعره وصعيبه بزاف،
بزاف يعني صعيبه بزاف باش عارف بنتك واش حية ولا ميتة ولا شنو واقع عليها ولا شنو كاين فين مشات اشنو كدير، يعني صعيبه بزاف. يعني الام سولات في كل شيء ما لقاتش، بقى لها الحل الاخير هو انها تخرج للاعلام وتحاول انها توصل صوتها باش اي واحد لقى البنت يحاول يتواصل معنا. انا غنحاول نوري التصويره ديال البنت، هي هادي صافي، هادي التصويره ديال البنت كيف ما كتشوفوا. اللي بغى يتواصل مع الام 06 15 90 81 83. وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.